ما الفرق بين المذاهب الأربعة؟ وهل هناك مذهب أحسن من الثاني؟ لا، الأربعة كلها تريد الحق. الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية كلها مذاهب في اتباع الحق، اتباع القرآن والسنة رضي الله عنهم ورحمهم. ولكن يعاب على بعض أتباعهم التعصب، وهكذا مذهب الظاهرية هو مذهب الخامس معروف. وهناك مذاهب أخرى كانت موجودة، الجريرية والليدية والثورية، أتباع سفيان الثوري وأتباع الليث بن سعد وأتباع ابن جرير والراهوية كذلك، أتباع إسحاق بن الراهوية، ولكنها انقرضت. والمهم هو اتباع الحق. هؤلاء المذاهب الأربعة والظاهرية ومن قبلهم من المذاهب التي انقرضت كلهم أهدافهم اتباع الحق، فقد يختلفون في مسألة أو مسألتين أو ثلاث فيشتهي بها العالم ويكون لها أصحاب وأتباع، فيشتهي بذلك المذهب بهذا الشيء الذي ضرب به هذا العالم مسألة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر، رأى فيها غير رأي أخيه بسبب أدلة خفيت على هذا وظهرت لهذا، وهي مسائل فرعية لا ليس لها في الغالب تعلق بالأصول. لكن يعاب على الرجل التعصب للباطل وعدم الاقتناع بالحق من أتباعه، هذا هو الذي يعاب عليه. وإلا فالمذاهب معروفة كلها تريد الحق وتتبع الكتاب والسنة وتهدف إلى اتباع الكتاب والسنة وإلى الثبات على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.